السلام عليكم طلاب مادة سي بلس بلس، إن شاء الله تكونوا جميعكم بخير. اليوم إن شاء الله راح أكمل معكم الجزء الثاني من شابتر 7 اللي بيحكي عن ال 1 دي أريز والسي سترينج. إحنا أخذنا في محاضرات المرة السابقة مقدمة عن السترينج وأخذنا الأريز، أخذنا البيسكس تبعون الأريز، وأخذنا مثالين شوي صعبين يعني شوي طوال بس مفيدين على استخدام الأريز في بعض مسائل اللي بنحلها في لغة السي بلس بلس. اليوم إن شاء الله راح أكمل أنا وياكم في هذا الشابتر عن موضوع كيف إني أعمل باس لأري لفانكشن معين حتى يشتغل عليها. بس في البداية خليني أتأكد من الريكوردينج. أوكي هلا زي ما حكيت لكم اليوم إن شاء الله راح نتعلم كيف بدنا نعمل باس لأري لفانكشن حتى يشتغل عليها، سواء بده يقرأ بس القيم الموجودين فيها أو بده يغير عليها. فباسنج أري لفانكشن يعني إحنا أخذنا في الشباتر السابقة كيف إنك تعمل باس لبريمتيف داتا تايب لفانكشن. تتذكروا لما كنا نحكي مثلا بهذا الشكل، كنا نحكي مثلا انتجر ماكس، الفانكشن اللي اسمه ماكس كان يأخذ تو انتجرز سميناهم انتجر اكس مثلا وانتجر واي. بهاي الطريقة انا عملت باس في الفانكشن ديفينيشن، عملت له او اعطيته تو انتجر فاريبلز. هلا بالمين كيف بستدعيه؟ بحكي ماكس، يكون عندي في المين مثلا نمبر 1 ونمبر 2 معرفين على انهم انتجرز، فبحكي له نمبر 1 نمبر 2. بهاي الطريقة انا عملت باس لبريمتيف داتا تايب لفانكشن معين حتى يشتغل عليها، وحكينا انه هذا النوع من الباس اللي ما فيه الاند ساين الامبرساند ساين بيكون باس باي فاليو. اوكي يعني هون لو اجي يعني هون مثلا في عندي بالمين متغيرين، الاول اسمه ان 1 ثاني اسمه ان 2، بس اعمل كول للفانكشن او انفوك للفانكشن اللي اسمه ماكس بالمين لانه الباس باي فاليو بدي اعمل تو كوبيز ذا ماكس واسميهم زي ما هو مسميهم اكس واي بده يشتغل عليهم. اي تغيير بده يغيره هون على قيمه اكس واي ما راح ينعكس على قيمه ان 1 وان 2، فبالتالي هون لو بعد الماكس عملنا سي اوت لان 1 وان 2 راح تكون نفس القيم قبل استدعاء الفانكشن. هذا حكينا عنه، حكينا سميناه الباس باي فاليو، اني بعمل كوبي من نفس الفاريبل وبسلمها للفانكشن يشتغل عليها والنسخ الأصلية الموجودة في المين ما راح تتغير. طب كيف ممكن نعمل باس لأري؟ ممكن هيك نحكي له، ينفع هيك نحكي له مثلا M function اسمه M على سبيل المثال، باخذ أري نوعها integer اسمها list وهيك أعطيه حجم الأري. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام هيك هون على فرض إنه هذا الديفينيشن للفانكشن بزبط هيك؟ هذا الكلام خاطئ. بحكي لك انه في السي بلس بلس ما بيصير انك تعطي الاري للفانكشن بهاي الصيغه، يعني ما بيصير انك تحدد السايز للاري داخل الاقواس. هذا الكلام خطا. ليش؟ لانه انت عمالك بتحكي انه هذا الفانكشن اللي اسمه ام ما بيشتغل الا على اري الحجم الها 10، وبالتالي اذا كان عندك حجم الاري اختلف هذا الفانكشن ما راح ينفع عندك. فشو حكوا افضل طريقه واسلم طريقه؟ حكى له اوكي بدي انا اذا بدك اياني اشتغل على اري اعطيني اسم الاري زي هيك مثلا انتجر ليست، واعطيني هذول القوسين فاضيات بدون ما تحدد فيهم حجم الاري، واعطيني انتجر ثاني اللي هو يمثل لي حجم الاري. اوكي هذا الشكل خطا الاول في السي بلس بلس ما بيصير. حكيت لك انك انت بتحد الفانكشن تعمل له ليميتيشن انه يشتغل على سايز واحد. ممكن انا بدي اكتب فانكشن وظيفته يطبع الاليمنتس اللي موجودين في اري، فبالتالي مره الاري راح يكون فيها 10 اليمنتس، مره الاري راح يكون فيها 1000 اليمنت. فهذا الشكل خطا في السي بلس بلس. هي الطريقه الصحيحه اذا بدك تعمل باس لاري لفانكشن حتى يشتغل عليها او يطبع قيمها او وات ايفر، تعطيه بهاي الصيغه، تعطيه شغلتين، الاولى اسم الاري مع الاقواس فاضيه بهذا الشكل، برضو ما ننسى الاقواس، والثانية بنعطيه السايز تبع هاي الاري. هلا هون بحكي لك انه باسنج اريز تو فانكشن يو كان باس ان ذا انتاير اري تو ا فانكشن، يعني ممكن اذا الاري حجمها 100 او 1000 ممكن تعطيها كامله للفانكشن ما في مشاكل. طب كيف هذا الكلام؟
يحكي لك you need also to pass the size of the array. زي ما حكيت لك بدك شغلتين، الأولى اسم الأري مع إيش مع الأقواس، والثانية بدك السايز لهاي الأري تعمل له باس لهذا الفانكشن. أوكي، هلا شو السبب ليش في ناس يحكي ممكن ليش ما أعطيه الفانكشن بس اسم الأري وخلي هو الفانكشن في داخله يعد عدد الإليمنتس الموجودين في هاي الأري ويعرف حجمها؟ رح أحكي لك إنه ما في فانكشن موجود في السي بلس بلس ممكن إنه يطلع لي، يعني أخذنا يطلع لي حجم الأري، يعني أخذنا في السترينج اس على فرض انها string، لما كنا نحكي s dot length شو كان يرجع لي هذا الفانكشن اللي اسمه length؟ كان يرجع لي هذا s يعني string. تتذكروا لما اخذنا عن string في الشابتر السابق اخذنا ال s dot length، ال s هي string بيرجع لي ال length تبع هاي ال string يعني عدد الكاركترز الموجودين فيها. بس انا بال C++ ما عندي function اذا بستدعيه بيرجع لي عدد ال elements الموجودين في ال array، فبالتالي لازم حتى يكون شغلك صحيح تعمل باس للسايز تبع الاري. هلا هون معطيك اكزامبل، معطيك اكزامبل اسمه باس اري ديمو، عامل فيه باس لاري لفانكشن، وظيفه الفانكشن انه بس يطبع الاليمنتس. انا عملت لكم اياه على الكود بلوكس، يعني شوف عندك void، لا سوري مش هذا الفانكشن بده يطبع، بدي اروح على اللي اسمه برنت باس اري او باس اري ديمو. مزبوط، اوكي هذا كنترول اي كنترول كوبي. هذا الفانكشن، هذا الفانكشن زي ما انتم شايفين اسمه void برنت اري، نوعه void لانه ما راح يرجع لي شيء، بس راح يعمل وظيفته راح يعمل سي اوت او تباع على كل الاليمنتس الموجودين في هاي الاري. فما بده يرجع شيء، void برنت اري باخذ انتجر ليست، شوفوا زي ما حكيت لكم، وبرضه باخذ انتجر الاري سايز. هلا داخل هذا الفانكشن بما اني بدي اطبع الاليمنتس في هاي الاري بدي اعمل فور لوب من اي تساوي صفر لاي اقل من الاري سايز، بكل مره بدي احكي له سي اوت ليست اوف اي. هذا الحكي عملناه عن كود بلوكس انا وياكم. هيك في الفانكشن ديفينيشن او في الفانكشن امبلمنتيشن بعمل او بكتب الصيغه تبعتي. طيب في البروتوتايب، هون مستخدم البروتوتايب، البروتوتايب حكينا هو الجزء من الفانكشن اللي بكتبه قبل المين. في البروتوتايب نفس الكلام، نفس ما هو موجود بالديفينيشن، انتجر ليست بين قوسين فاضيين وانتجر اري سايز. هلا في المين كيف بدي استدعيها؟ في المين عرفت اري اسمها نمبرز، نوعها انتجر، عدد الاليمنتس فيها 6 واعطيتهم انيشال فاليو 1 4 3 6 8 9. بعدين عملت كول او انفوك للفانكشن اللي اسمه برنت اري، لاحظوا اعطيته اسم الاري هون بدون اقواس. لما تعمل له invoke في المين تعطيه اسم الاري بس بدون اقواس فاصله عدد الاليمنتس اللي هو 6، فبالتالي راح يعمل هون كول لهذا الفانكشن ويطبع لك كل الاليمنتس الموجودين في هاي الاري على سطر واحد. خلينا نعمل رن له ونشوف شو النتيجه. شوفوا كيف فانكشن بسيط، بس شو عمل؟ سوري شو اللي عمله؟ اللي عمله انه طبع لي الاليمنتس الموجودين في هاي الاري. طيب لحد هون ممتاز، اتعلمت كيف اعمل باس لاري لفانكشن واخليه يطبع لي قيمها. اوكي طيب هلا ليش الثاني اللي بدنا نتعلمه؟ هي هذا الباس اري ديمو اللي شرحناه الان على الكود بلوكس، موجود عندك في السلايدات، ممكن اذا بتحب تفرج عليه. طيب خلينا نحكي عن الباس، الباس باي فاليو. خلينا نحكي عن الباس باي فاليو. هلا احنا اخذنا انا وياكم انه قبل شوي كمان شرحت لكم انه بستعمل باس لفاريبل باي فاليو الفانكشن انت بتعمل له كوبي، يعني زي ما شرحنا قبل شوي. هلا بحكي لك بالنسبه للاريز بستعمل باسنج لاري فاريبل. شو ما هذا بيعني؟ بيعني انك انت بتعطي، بستعمل باسنج لاري فانكشن معين انت بتعطيه الستارتنج ادرس. شو يعني؟ شو يعني هذا الكلام؟ بعطيه الستارتنج ادرس. شوفوا احنا كنا نحكي انه اذا بعمل باس باي فاليو ل متغير مثلا اسمه نم موجود نمبر 1 موجود في المين، وبعمله باس باي فاليو لفانكشن اسمه ماكس، وما بعمل نسخه جديده مثلا بسميها ان 1 او ممكن نسميها نمبر 1، بس هي نسخه موقع مفصول في الميموري، اي تغيير هون ما راح يبين عندي هون. اوكي
هلا اللي بيصير في حالة الأري بحكي لك إنه أنت لما تعمل باس لأري أنت فعليا عمالك بتعطي هذا الفانكشن عنوان أو الستارتنج أدرس لهاي الأري، بتعطيه عنوان أول موقع فيها. مثلا أنا بدي أطلب من يعني شخص بده يعمل صيانة لكلية الهندسة، بدي أعطيه عنوان، بدي أعطيه الكلية أو بدي أدله على الكلية حتى يعمل صيانة لكل الطوابق. شو بحكي له؟ بعطيه عنوان الكلية اللي هو فعليا عنوان الطابق الأول، يعني بحكي له على الجي بي اس إذا بتروح على هذا العنوان هذا بيوصلك للكلية، فعليا هذا العنوان بيوصله للطابق الأول. هل هو بحاجة إني أعطيه عنوان الطابق الثاني والثالث والرابع وهكذا؟ لا، ما دام عنده عنوان الطابق الأول هو لحاله ممكن إنه يصل للطابق اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فنفس المبدأ بالنسبة للأري. هلا أنت بتستعمل باس باي فاليو لأري، بنحكي عن الأري الحالة في البريمتيف داتا تايبس اللي هم الانتجر، الدبل، الفلوت، الكار، السترينج، البوليان، مختلفة تماما. في الأري استعمل باس باي فاليو، أنت ما بتعمل أري جديدة، أنت فعليا ما بتعمل أري جديدة وتعطيها للفانكشن، أنت فعليا بتعطي الفانكشن عنوان أول إليمنت موجود في هاي الأري، الأدرس. بما اني اعطيته الادرس، شوفوا شو اعطاه، اعطاه الادرس. بما اني اعطيته الادرس معناته انا بحكي عن نفس الاري الاصليه اللي موجوده في المين، نفسها راح اعطيها للفانكشن، بمعنى انه اي تغيير راح يعمله الفانكشن، بما انه هو بيشتغل على النسخه الاصليه، اي تغيير راح يعمله الفانكشن راح اشوفه داخل المين، بمعنى انه لو عملت لهاي السي او داخل المين راح اشوف التغييرات اللي عملها الفانكشن. ليش؟ لاني اذا الفانكشن عمل تغييرات، لانه بالباس باي فاليو للاريز انا بعطيه عنوان اول اليمنت في الاري، يعني فعليا بتعامل مع النسخه الاصليه من الاري، ما بتعامل مع كوبي. هلا بحكي لك انه البارامتر انسايد ذا فانكشن، انا جوا الفانكشن لما اصير احكي له ليست اوف اي، مثلا جوا الفانكشن اذا احكي له ليست اوف اي بتعامل مع الاليمنتس تبعون الاري، انا بغير على الاري الاصليه. بحكي لك بارامتر انسايد فانكشن ريفرنسز تو ذا سيم اري ذات از باس تو ذا فانكشن، نو نيو اريز ار كرييتد، يعني بتعامل مع النسخه الاصليه. طب هذا الحكي شو بترتب عليه؟ بترتب عليه انه اي تغيير راح يعمل الفانكشن على هاي الاري راح ينعكس على الاري على المين، لانه هي نفس الاري. يعني اذا عملت خلينا نشوف المثال انا وياكم، اذا عملت فانكشن عملت له باس لاري باي فاليو، وهذا الفانكشن على سبيل المثال غير على الاندكس اوف اي، حط فيه قيمه جديده نيو فاليو هون مثلا وات ايفر، بس ترجع من الفانكشن، بس ينتهي تنفيذ الفانكشن في المين، لو جيت طبعت هاي الاري بتشوف انه الاليمنتس تبعونها تغيروا بواسطه هذا الفانكشن. خلينا نشوف انا وياكم هذا الديمو عشان نحكم صحيح. هلا في هذا الديمو اللي اسمه effect of pass array demo، في عندنا void m integer بعدين integer. خلينا انا اصلا كافيته على او جهزيته للكود بلوكس، فخليني افرجيكم اياه على الكود بلوكس، ممكن تكون الامور شويه اوضح لكم. هذا هو المثال اللي بيحكي عن تأثير إذا الفونكشن اللي أنا عملت له باس لهاي الأري غير عليها، هل إنه رح ينعكس التغيير على المين، أو بمعنى رح يكون permanent change بهاي الأري أو لا. خليني أعمل أنا في البداية كومبايل عشان أتأكد إنه البرنامج أموره سليمة ما بده. أوكي، هلا شو عمل لك؟ شوفوا برضه انتبهوا لهاي النقطة، ما أعطاها اسم هون، هون ما أعطاها اسم، يعني حكى void m. اوكي، بدها تاخذ انتجر، هذا الفانكشن اسمه ام، وبده ياخذ انتجر ثاني اري من نوع انتجر. اري كيف عرفت اري؟ لحظه، ما اعطى اسم، ما اعطى اسم هون، بس اعطى اسم في الديفينيشن، ما اعطى اسم هون بس اكيد لازم يعطي اسم في الديفينيشن، لانه هون داخل الفانكشن. كيف بدك تتعامل مع الاري؟ كيف بدك تحكي له ليست اوف اي مثلا كذا اوف اي؟ بدك اسم الاري حتى تتعامل معها. بيصير انك هون تترك الاسم فاضي في البروتوتايب، بس لازم تحطه في الديفينيشن تحت بعد المين. خليني ادخل انا وياكم على المين. عمل انتجر اسمه اكس، حط فيه القيمه واحد، عمل انتجر اري اسمها واي حجمها 10، وبس
غير قيمة أول إليمنت بهاي الأري، حطه صفر الإليمنت الأول. بعدين استدعى الفانكشن اللي اسمه M اللي هو بأخذ integer variable وبأخذ array من نوع integer. أوكي؟ هلأ بعد ما استدعى الفانكشن عمل cout لقيمة x، هاي هي الموجودة في المين واللي أعطيت نسخة عنها للM، وعمل cout لقيمة أول إليمنت في هاي الأري اللي هو أصلاً أعطاه قيمة صفر حتى يشوف هل الفانكشن غير عليهم أو لا. طب شو بيشتغل هذا الفانكشن؟ أنزل أنا وياكم تحت على الimplementation. هذا الفانكشن بأخذ أول integer اللي هو سماه number. هلا لانه هذا الانتجر عملنا له باس باي فاليو، فالفانكشن اللي اسمه ام راح ياخذ كوبي جديده عن هذا الانتجر اللي اسمه اكس وراح يسميها نمبر ويشتغل عليها. فبالتالي اي تغيير على نمبر هون داخل الفانكشن اكيد ما راح يبين داخل المين او ما راح يغير على قيمه الاكس الاصليه. ولكن بالنسبه للاري الوضع مختلف تماما. يعني هون عملت انتجر نمبرز، شو اللي عمله في داخل الفانكشن على هاي الاري؟ بس غير قيمة الإليمنت نمبر صفر، حكى numbers of zero اللي هو الإليمنت الأول غير قيمته، المين أعطاه قيمة صفر هذا الإليمنت إذا بتتذكروا، يجي هذا الفانكشن حكى لا أنا بدي أعطيه 4555. أوكي؟ لحد هون حلو. هلأ أول ملاحظة لاحظوا إنه هون أنا ما احتجت أعرف السايز للأري في هذا الفانكشن، لأنه هذا الفانكشن ما بده يعمل فور لوب تمر على كل الإليمنتس في هاي الأري سواء يطبعهم أو يغير عليهم. هذا الفانكشن كان بس بده يعدل على قيمة الإليمنت الأول في هاي الأري حتى يفرجينا إنه بس أعمل باس لأري باي فاليو لفانكشن معين أي تغيير رح يعمل الفانكشن على هاي الأري رح يبين عندي على الأري الأصلية، لأنه فعليا هذا الفانكشن في حالة الأريز أنا ما بعمل له كوبي من الأري أخليه يتعامل مع النسخة الأصلية. اللي عمله الفانكشن بالنسبة للأري غير على قيمة الإليمنت الأول اللي الإندكس إلى صفر. هلأ بس رجعت هون من الفانكشن سطر 12 طبعت قيمة الإكس وطبعت قيمة الواي. هلأ الإكس قيمتها في المين 1 قيمتها في الفانكشن 1001، الواي في 0 قيمتها في المين 0 قيمتها في الفانكشن 5555. فخليني أشوف أنا وياكم شو رح يعمل. هلأ شوفوا شو اللي طبع لي. هلأ بالنسبة للإكس، بالنسبة للإكس ما تغيرت قيمتها لانه حكينا الباس باي فاليو باخذ لي كوبي من الفاريبل وبصير الفانكشن بتعامل مع هاي الكوبي وما بغير على الاوريجينال فاريبل. بس لما اجينا للاري الوضع اختلف. لاحظوا شو طبع لي؟ طبع لي القيمه اللي حطها هذا الفانكشن للاري او للواي اوف زيرو مش القيمه اللي حطها المين. ليش؟ لانه حكينا انت بس تعمل باس لاري لفانكشن انت فعليا بتعطيه عنوان الاليمنت الاول. فعنوان يعني بصير يتعامل الفانكشن مع النسخة الأصلية وبيغير عليها. أوكي؟ طيب الآن وصلت الفكرة وفهمنا إنه إحنا دائما بس نتعامل مع الأريز ما في إشي اسمه فعليا باس باي فاليو. حتى لو ما حطيت الإشارة الأمبرساند هاي اللي بتحكي لي باس باي ريفرنس لحاله ما رح يعمل كوبي من الأري، رح يخلي الفانكشن يتعامل مع الأري الأصلي. طيب أنا على فرض الآن على فرض قال لي بس خليني اعيد هذا الحكي اللي صار فعليا هو كالتالي. الاكس كانت موجوده في المين وكان في عندنا اري اسمها واي برضه موجوده في المين فانكشن. هذا المين فانكشن. هلا هذول لوكال فاريبلز في المين. هلا بالفانكشن اللي اسمه ام لاني عملت باس لهاي باي ريفرنس فعملت نسخه جديده سماها هو نمبر، ممكن يسميها على فكره نفس الاسم. وهون ما عمل نسخه جديده من الاري، هو تعامل الفانكشن مع او اخذ عنوان اول اليمنت في هاي الاري وسماها نمبرز اعطاها اسم جديد. يعني صار كانه صارت هاي الاري لها تو نيمز. عشان هيك اي تغيير بعمل الفانكشن عمله الفانكشن هون بين عندي في المين. لما عملت سي اوت في المين قيمه اكس ظلت زي ما هي في المين واحد بس لكن قيمه الواي اوف زيرو تغير. اوكي هلا على فرض انه انا في عندي اري فيها معلومات ما بدي اياها تتغير، بدي اعطيها لفانكشن اسمه برنت اري يعمل لي فور لوب تمشي على كل الاليمنت في هاي الاري ويطبعهم، بس انا ما بدي هذا الفانكشن يغير عليها. مثلا بدي اعطيه لسته علامات الطلاب بدي يطبعهم بس او يطلع لهم الافرج هذا الفانكشن. فبالتالي انا ما بدي الفانكشن بالخطا انه يغير على قيمه الاري اليمنت، او بعطيه مثلا لسته لدرجات الحراره وبدي يطلع لي لشهر كامل، يعني لسته فيها 30 اليمنت وبدي يطلع لي اعلى درجه حراره اوكي في هاي الاري. فبالتالي انا بدي اياه يقارن القيم ويرجع لي القيمه الاعلى بدون ما يغير عليها. او مثلا اعطيه لسته فيها 30 اليمنت كل اليمنت هو عدد الاصابات بفيروس كورونا في
كل يوم من أيام هاي الشهر، وحكيت له شوف لي شو هو اليوم اللي كان في عدد الإصابات أعلى، فبالتالي أنا بدي أعطي هاي الأري لفانكشن وبدي إياه يدور فيها ويطلع لي القيمة الأكبر، بس بدون ما يغير عليها، بدون ما يغير على الإليمنتس تبعون هاي الأري. فأنا كيف بدي أحكي للفانكشن إنه ممنوع تغير على الإليمنتس تبعون الأري؟ هلأ راح أشرح لكم كيف نعملها، بس خلينا نقرأ الملاحظات الموجودين هون. حكالنا إنه passing arrays by reference makes sense for performance reason. هلأ مظبوط الكلام. هلأ إحنا حكينا إنه الأري ما بعمل منها كوبي، والأسباب هي أسباب متعلقة بالperformance. هذا الحكي شرحته أنا في الشابتر السابق. كيف يعني؟ تخيل لو أنا عندي function اسمه print array، وظيفته بس بده يطبع الأري فقط لا غير، وكان عندي أنا في المين مثلاً 5 arrays كل واحدة حجمها 1000 element. تخيل 5 arrays كل واحدة حجمها 1000 element. فإذا بدي أعمل، إذا كل مرة بدي أعمل فيها باس لهي الأري للفانكشن اللي وظيفته بس يطبع ما بده يغير، يعني بس يأخذ element ويطبعه على الشاشة، لو إني مثلا كل مرة بدي أعمل باس لهي الأري للفانكشن بدي أعمل كوبي جديدة، يعني بدي أعمل creation ل 1000 element جداد بس عشان أعطيهم للفانكشن والفانكشن يطبع، يعني راح يصير عندي ويست في الريسورسز. ما في داعي اعمل اريه جديده، ممكن اعطيه ال1000 اليمنت الاصليين ويطبعهم وما راح يغير على الاري. بس يعني تخيل انت لو اني خليته يعمل نسخه جديده من الاريه، يعني راح يصير عندي 2000 اليمنت، ولو كانوا 5 اريز مثلا يعني الوضع راح يصير أسوأ، وهذا الحكي راح يعمل مشاكل في البيرفورمانس. ليش؟ لأنه أنت راح تستهلك الميموري كاملة وراح يصير البرنامج عندك بطيء. إحنا دائما نعرف إنه إذا البرامج بطيئة معناته إنه في مشكلة في الميموري إنها مش كافية. هلأ بالنسبة للبريميتيف داتا تايب أنا شرحت في الشابتر السابق إنه ما كانت مشكلة كبيرة، الباس باي فاليو بيعمل كوبي جديدة من الفاريبل، لأنه انتجر أنت بتحكي عن 4 بايت، دبل أنت بتحكي عن 4 بايت، يعني مش هالسايز الكبير. لما تصير تحكي عن أري فيها 1000 إليمنت وكل إليمنت 4 بايت، أنت بتحكي عن 4000 بايت، يعني ما في داعي أنسخهم عشان أطبعهم، خليني أتعامل مع الأري الأصلية. بس حكينا بهاي الطريقة ممكن إنه بالخطأ يصير تغيير على الأري، فكيف بدي أحافظ على الأري؟ رح نشرحها كمان. احكي لك if an array is passed by value all its element must be copied into a new array. هذا هيك فعليا المنطق بحكي لنا، بس مش هذا الحكي اللي بيصير، هيك المفروض يعني الباس فاليو بتحكي لك اعمل كوبي جديده، بس هل هذا الكلام بيصير في حاله الاريز؟ لا ما بيصير. بحكي لك however passing arrays by its reference value could lead to errors if your function changes the array accidentally. اوكي بحكي لك انه اذا انت بس نعمل باس للاري، احنا زي ما شفنا الفانكشن اللي اسمه ام عملنا باس عادي باي فاليو بس ما عمل نسخه جديده غير على نفس قيمه الاري. ليش؟ لانه الباسنج الاري للفانكشن تعطيه عنوان اول اليمنت، ما دام اعطيته العنوان معناته هو وصل للنسخه الاصليه. هلا حكى لك حتى to prevent it from happening، حتى امنعه اني اغير عليها بالخطا، you can put the const، هاي الكي وورد اللي هي const to tell the compiler that the array cannot be changed. The compiler will report error if the code in the function attempts to modify the array. يعني يحكي لك الحل انك بس تعمل تكتب الفانكشن في الامبلمنتيشن او الديفينيشن للفانكشن مع او قدام اسم الاري بتعطيه كونست اللي هي كي وورد. شو معنى الكونست هاي؟ معناته ممنوع تغير على هاي الاري. اوكي يعني هذا الفانكشن اللي اسمه بي نوع void اخذ انتجر ليست واخذ انتجر اري سايز ودخل هون، ما بحتاج الاري سايز بصراحه، محتاجه اذا بده يمر على كل الاليمنتس. حكى ليست اوف زيرو قيمتها 100، هون راح يعطيني الكومبايلر بس يعمل انفوك للفانكشن جوا المين ويجي ينفذ هذا الكود، راح يعطيني الكومبايلر كومبايل ايرور، راح يحكي لي انه هي كونستانت هي ليست، يو كانت اساين تو ا فاريبل ذات از كونستانت، ما بيصير انت تغير على قيمه فاريبل كونستانت. عشان هيك حكينا لكم بس تعرف السايز تبع الاري لما تحكي انتجر سايز وحطها يفضل انك تحطها كونستانت حتى ما بالخطأ ناس يغير عليه. فشو عمل داخل المين؟ عمل انتجر array اسمها numbers حجمها 5 وأعطاني initial values، بعدين عمل call أو invoke للfunction اللي اسمه b أعطاه numbers وأعطاه بين قوس أيضا size إلها، لأنه هيك implementation تبع b مكتوب. هلا هون فعليا ما بحتاج size إلها، يعني لو ما أعطيته إياه ما في مشاكل، يعني هون لو ما أعطيته إياه برضو حذفته
ما في مشاكل لأنه ما يحتاج يعمل فور لوب على الأري. شو بده يعمل هذا الفانكشن اسمه بي؟ بده يغير على list of zero ويعملها 100 زي ما شفتوا، راح يعطيكم compile error. ممكن تعملوها على الكود بلوكس راح تطلع عندكم هذا الكلام صحيح. أنا أصلاً مجهزة هاي الأشياء، خليني أفرجكم إياها سريعاً. هون عندنا هون هذا الكود بدي أعمل له كوبي وبدي أحطه على الكود بلوكس، نفس الكود اللي موجود في السلايدات. في عندنا function اسمه بي نوع void، يعني ما بيرجع قيمة، ما بدي يرجع قيمة لأنه ماخذ. لاحظوا الكونستانت وين كتبناها؟ كتبناها إما قبل الإنت أو بعد الإنت، ما في مشاكل. يعني بالسلايد كانت موجودة بعد الانتجر، هلا ممكن تكتبها قبل الانتجر برضو ما في مشاكل، يعني حاولوا تنتبهوا لهاي التفاصيل. بعدين بدي احاول يغير على الليست اوف زيرو، بس الاري انا معطيك اياها على انها كونستنت، يعني حاكيت له ممنوع تغير عليها. لاحظوا شو اعطاني، بس عملت رن اعطاني كومبايل ايرور. شو بيحكي في هذا الكومبايل ايرور؟ بيحكي التالي، بيحكي لك انه ايرور في سطر 8 assignment for read only location list هي read only لانها constant وانت عملت لها assignment. هلا هاي الكونستنت ممكن تكون في مكان مختلف، يعني ما في مشكله. طيب لحد هون اتوقع ان شاء الله تكون الامور بالنسبه لكم واضحه. الان بدنا نحكي عن موضوع بدنا نحكي عن موضوع انه كيف اخلي الفانكشن يرجع لي الري بالفانكشنز اللي بترجع data type. كيف بدي اخلي الفانكشن يرجع لي الري؟ احنا اخذنا انه اذا الفانكشن بيرجع لي انتجر شو بحط قدام اسم الفانكشن؟ بحط انتجر في الديفينيشن في البروتوتايب، واذا بيرجع دبل بحط دبل. طب اذا بيرجع الري شو بدي احط له؟ شو رايكم؟ على فرض انها الري نوعها انتجر، هل ممكن احط له زي هيك بهاي الطريقه، احكي له انتجر مثلا هيك، بعدين اسم الفانكشن مثلا fun1 وهكذا؟ هل ممكن هذا الكلام بيصير؟ هلا احنا اذا كان primitive data type برضه ما في مشاكل، يعني بيصير. طيب هل بيصير هذا الكلام على الاري؟ كيف بدي اخلي الفانكشن يرجع الاري؟ يعني كيف يرجع الاري؟ يعني return array. تذكروا الفانكشنز اللي بترجع data type، كنا نحط نوع القيمة اللي بده يرجعها قدام اسم الفانكشن، وفي نهاية الفانكشن أو داخل الفانكشن في مكان ما كنا بنحكي return مثلا x return result return sum وهكذا. هلا بحكي لك كيف بدك ترجع how to return an array from a function. هلا هل هذا الكلام صحيح؟ function اسمه reverse، هذا الفانكشن بده ياخذ منك array اسمها list وبدي احط كونستنت حتى ما يغير لي عليها، وبدي اعطيه حجم الاري از انتجر، وهذا الفانكشن اللي اسمه ريفيرس بده يرجع لي الاري اللي اسمها ليست معكوسه، بده يعمل بس عكس لكل الاليمنتس الموجودين فيها. يعني بمعنى انه الاليمنت الاول بدي احطه في اخر لوكيشن، الاليمنت الثاني في الموقع اللي قبل الاخير، الاليمنت الثالث بده يعمل يغير ترتيب، يعكس ترتيب الاليمنت في هاي الاري. يعني الاليمنت الاول بده يروح هون وهذا بده يجي هون، الاليمنت الثاني بده يروح هون وهذا بده يجي هون وهكذا، بده يعمل ريفيرس لترتيب الاليمنت في هاي الاري. فبالتالي بده اياه يرجع لي اري جديده، ما بدي اياه يغير على الاري الاصليه اللي اسمها ليست، بده يرجع لي اري اسمها نيو ليست فيها القيم معكوسه، يعني بده يضل هالاري الاصليه اللي اسمها ليست محتفظه بنفس قيمها. فكيف بدي اخلي الفانكشن يرجع لي الري؟ هل ممكن اكتب له انتجر بين قوسين زي ما عملنا في حاله الباسنج للاري للفانكشن؟ بحكي لك this is not allowed in C++. ما بيصير في C++ انك تكتب بهاي الطريقه، خطا. هذا الكلام خطا. طب شو الحل؟ كيف بدي احكي للفانكشن بده يرجع لي الري؟ الطريقه انك تعمل باس لتو اري arguments، يعني بدل ما تعطيه array واحدة بده يقرأ قيمها ويعكسها في array جديدة، لا أعطيه الarray الأصلية الoriginal array اللي أنت بدك تعكس ترتيب العناصر اللي فيها، وأعطيه array فاضية، أعطيه array فاضية يحط لك فيه العناصر معكوسة. وضحت الفكرة؟ يعني الآن
بدي احكي للفانكشن انه بدي يرجع لي الري، حكينا الشكل اللي قبل قليل خاطئ، فشو الحل؟ الحل حكى لك اعطيه تو الري ارجيومنتس، اعطيه تو اريز، واحده منهم اللي هي الاوريجينال الري اللي بدك تعكس عناصرها وفيها الداتا، والاريز الثانيه انت اعملها جوا المين وتكون فاضيه، تتاكد انه تعملها انيشاليزيشن للزيروز وتتاكد انها فاضيه وتعطيها وتحكي له اكتب على هاي الاري او اعكس الاليمنتس داخل هاي الاري. لاحظوا هاي الليست الاصليه اللي انا عرفتها كونستنت حتى الفانكشن اللي اسمه ريفيرس ما يغير عليها بالخطا، وعندي النيو ليست اللي هي الليست الفاضيه اللي انا اعطيتها للفانكشن اللي اسمه ريفيرس حتى يكتب فيها القيم معكوسه. لاحظوا شو صار يعمل، اخذ يعني الحكي اللي حكيته هون بصراحه مش دقيق انه بدي اغير مواقع العناصر، انا بدي الاري الاصليه تضلها زي ما هي كونستنت ما تتغير، وبدي نو ليست فيها العناصر معكوسه. فلاحظوا شو سوى، عمل عندنا اخذ اول اليمنت حطه في اخر لوكيشن، اخذ الاليمنت الثاني حطه في اللوكيشن اللي قبل الاخير، وهكذا بده يضل شغال. اوكي طيب خلينا نشوف كيف ممكن احنا نتعامل مع هذا السؤال. هلا وصلت النقطه انه اذا بدك الفانكشن يرجع اري بدك قبل ما تستدعي الفانكشن في المين، قبل ما تعمل له انفوك في المين، يكون عندك تو اريز، واحده الاصليه اللي فيها المعلومات، واحدة الاري الفاضية اللي بدك الفانكشن يكتب عليها، وبدك تعمل باس تعطيه تو اري زي ما هو معطيه هون. الأولى constant int list هاي الأصلية اللي فيها الداتا الأصلية اللي بده يقرأها ويعكسها في الاري الثانية، والثانية برضو integer بس مش constant أكيد لأنه بده يكتب عليها اسمها new list. أكيد لازم هذول الثنتين يكونوا موجودات في المين. طب خليني أفكر أنا وياك كيف بدي أعكس الإليمنتس تبعون الاري. يعني حكيت لك لو هاي الاري الأصلية اللي اسمها list فيها 5 4 3 2 1 وهاي 5 1 2 وهاي الاري اللي اسمها new، شو بدك تسوي عشان تعمل reverse للإيمنت؟ فعليا شو رح تسوي؟ رح تبلش من آخر element، رح تبلش من أول element سوري للأري الأصلية. يعني كأنك بدك تستخدم، تخيل معي يا طلاب إنك بدك تستخدم إيديك الثنتين الآن، إيد بدك تأشر فيها، إيدك الشمال بدك تأشر فيها على الليست على الأري اللي اسمها ليست، وإيدك اليمين بدك تأشر فيها على الأري اللي اسمها نيو. أوكي بدنا نستخدم إيدينا الثنتين كل واحدة بنأشر فيها على أري، يعني نستخدم الإيد الشمال لليست والإيد اليمين لنو، وبنستخدم إصبعنا اللي بدنا نأشر فيه بنحط أول إشي أول إليمنت. أنا عمالي بأشر في إيد اليمين، أول إليمنت في الليست وين بدي يروح؟ استخدمت الآن إيد الشمال، بدي يروح على آخر إليمنت لنو، أحط 5، بعدين ثاني إليمنت حتى ما أتخربط بدي أخلي عندي يعني الآن إيدي الشمال تحت الأربعة وإيد اليمين حاطيتها تحت هذا الموقع، في نفس اللحظة على الشاشة أنا حاطة إيدي الثنتين. طيب هاي الأربعة وين راح تروح؟ راح تروح هون. حتى ما اخربط يعني ما تستخدم نفس الايد حتى تاشر فيها هون وهون، لا حتى تتاكد انه شغلك صحيح، وبدي احرك الاصبعين باتجاه يعني باتجاه الداخل باتجاه بعض. الان عند 3 وين راح تروح 3؟ راح اكتبها هون. الاثنين وين راح تروح؟ هون. الواحد وين راح تروح؟ هون. بهي الطريقه انا عملت ريفيرس للاليمنت، ولاحظوا انا استخدمت ايدين او اصبعين كل واحد منهم كان بيأشر على واحدة من الليست على الموقع اللي أنا شغال عليه الآن. ففعليا أنا بحتاج، الفكرة اللي بدي أوصل لك إياها إنه أنت راح تحتاج تو إنديسيز يعني خلينا نحكي تو فاريبلز حتى يحكوا عن الإنديسيز. راح أستخدم للليست الفاريبل اللي اسمه I، وراح أستخدم للجي الفاريبل اللي اسمه للنو الفاريبل اللي اسمه جي. فلو نتبع قيم الإنديسيز أنا وياك I J في أول iteration في أول عملية كانت كان إصبعي أو الآي عند الإندكس 0، وكان إصبعي اللي عند النيو ليست موجود تحت الإليمنت الأخير على فرض إنه حجمها 5 هاي الأري، فبالتالي قيمة آي كانت 0، قيمة الجي كم كانت 4. في النكست iteration الخطوة اللي بعديها كانت إيدي الشمال تحت الإندكس 1، وكانت إيدي اليمين تحت الإندكس 3، وهون 1 هون 3. طيب الخطوة اللي بعديها كانت إيدي الشمال تحت الإندكس 2، وكانت ايد اليمين تحت الاندكس كم؟ برضه 2. بعدين اللي بعده
كانت إيد الشمال تحت الإندكس 3، إيد اليمين تحت الإندكس كم؟ 1، بعدين آخر إشي إيدي هون على 4 وهون على 0. فشو اللي بتلاحظوه هون؟ لاحظوا إنه كل وحدة من الأريه لازم أستخدم لها متغير منفصل حتى يحكي عن الإندكس في هاي الأريه وين صار. يعني ما بيصير أستخدم متغير واحد يحكي عن اللوكيشن في التو أريز، لأنه في كل إتريشن في اللوب، كأن هاي لوب بتشتغل على السايز أوف أريه، بتشتغل من 0 لـ 5. هاي اللوب في كل إتريشن رح تكون قيمة الإندكس اللي بتعامل معاه في الأريه اللي اسمها ليست مختلف عن قيمة الإندكس اللي بتعامل معاه في الأريه اللي اسمها نو. فبالتالي لازم أعرف تو variables حتى أحكي عن الإندسيز لهذول التو أريز. لاحظوا قيمهم، الآي بلشت من 0، كانت قيمة الجي 4، الآي 1، الجي 3، وهكذا. هذا الحكي ليش أنا شرحته؟ لأنه هون بدنا نستخدمه. يعني شوف عندك الفانكشن اللي اسمه ريفيرس، هو بده يعمل ريفيرس للإليمنت اللي موجودين في الأري اللي اسمها ليست، ويحطهم داخل أري جديدة اسمها نولست. يعني ما رح يغير على الليست، رح يأخذ كونست انت ليست ورح يأخذ انتجر نولست. هاي انت عملت لها كرييشن في المين وصفرتها، واكيد لانه بده يمر على الاليمنتس تبعون الاري، انا بحاجه كفانكشن اني اعرف السايز لها، بدي اعرف متى هاي الفور لوب لازم تتوقف. اوكي، بدي السايز لهاي الاري، فاكيد الليست والنولست اكيد لهم نفس السايز. طيب النكست شو رح نسوي؟ الان انا اعطيت الفانكشن اللي اسمه ريفيرس تو اريز، واحده الاصليه والثانيه اللي بده يكتب عليها، واكيد لازم اعطيه السايز. داخل هذا الفانكشن بدي اعمل فور لوب من i تساوي 0، j تساوي السايز ماينس 1، لانه الاي بلشت من 0، الجي بلشت من 4 اللي هو السايز اللي هو 5، كان في هاي الحاله في المثال اللي انا شرحته 4 اللي هو 5 ناقص 1. شو الكونديشن اللي بدي اضل شغال بناء عليه؟ انه كانت قيمه الاي اقل من السايز، انه الاي اقل من 5 صحيح، او ممكن اني احكي له الجي اكبر من الجي اكبر من او تساوي الصفر، بس خلينا على هذا الكونديشن صحيح. شو بدي اعمل؟ تتذكروا هذا الحكي اخذناه لما شرحنا الفور لوب، حكينا ممكن يكون في الـ initial action اكثر من حد بدي افصل بينهم بفاصله عاديه، وممكن يكون عندي بالاكشن after each iteration اكثر من operation برضه بفصل بينهم بفاصله عاديه. فانا اكيد بما انه الاي والجي هم variables بستخدمهم حتى احكي عن الانديسيز، لازم ازيدهم في كل iteration. بس لاحظوا شو عمل؟ عمل i بلس بلس لانها الاي بدها تمشي من الصفر للاربعه، وعمل j ماينس ماينس لانها الجي بدها تمشي من الاربعه للصفر. الجي راح تبلش من الاربعه وراح تنزل للصفر، فما لازم احكي j بلس بلس، هاي الحاله خطا، بدي انزلها، بدي اخليها كل مره كل iteration تنزل بمقدار واحد، فحكيت j ماينس ماينس. حلو. طب هلا في اول iteration لهاي اللوب شو راح تكون قيمه الاي؟ في اول iteration شو راح تكون قيمه الاي؟ الآي مبلشة من 0، الجي مبلشة من 4. طيب شو رح يعمل جوا هذا الفور لوب؟ رح يحكي إنه النو ليست أوف جي، هاي الآي هاي الليست وهي النو ليست. النو ليست أوف جي يعني آخر إليمنت في النيو ليست يساوي أول إليمنت في الليست. رح نعمل أنيميشن لهذا الكود أنا وياكم، بس خلينا نشوف الفانكشن اللي بعده اللي هو اسمه برنت أري. من اسمه بده يعمل برنت للأري، فهو void، ما رح ما بده يرجع قيمة. لاحظوا حتى الفانكشن اللي رجع هو فعليا ما رجع، هو أخذ أري فاضية اللي هي نو ليست وغير عليها، عرفته void. لاحظوا شو عرفته؟ عرفته void لأنه هذا فعليا ما في return statement. أوكي، ما في ريتيرن ستيتمنت، ما بيرجع قيمه، بس فعليا الاري اللي اسمها نولست اللي اخذها من المين غير على قيمها. يعني لو بعد ما ينتهي تنفيذ الفانكشن في المين لو تروح تعمل برنت لنولست بتلاحظ انه قيمها تغيرت. يعني قبل استدعاء الفانكشن اللي اسمه ريفيرس لها قيم، وبعد استدعائه لها قيم مختلفه. طيب هذا البرنت اري بدي استخدمه حتى اطبع قيمه الليست والنولست قبل وبعد الانفوكيشن للفانكشن اللي اسمه ريفيرس، حتى اشوف شو التغييرات اللي عملها هذا الفانكشن على التو اريز. شو باخذ؟ باخذ اري اسمها ليست، اكيد كونستنت لانه بس بده يطبع حتى اضمن انه ما يغير عليها، وبما انه بحاجه انه يمر على الاليمنتس تبعون الاري بعطيه السايز تبعها، هيعمل فور لوب يطبع لي الليست اوف اي وهكذا. اوكي؟
هلأ في المين شو عملت في المين؟ عملت constant integer size اللي هو حجم الأري 6، عملت integer list array وأعطيتها initial values، وعملت integer new list وأعطيتها size إنها تساوي السايز اللي هو هذا الفاريبل اللي انا عرفته. ممكن ما تعطيها السايز، ممكن تكتبها زي هيك، تكتب هذا فاضي وتعطيها initial value. هلا ليش مش بالضروره هون نعطيها initial value؟ لانه اصلا الفانكشن اللي اسمه reverse بده يكتب عليها، يعني حتى لو كانت الفاليوز يعني فعليا هون في هذا السطر، بما انك ما اعطيت initial values للاري elements راح يكون فيها random data زي مره ما شرحت لكم، قيم عشوائية أنا ما بعرف شو هي قيمتها، بس لأنه فعلياً هذا الفانكشن اسمه reverse بده يكتب عليها، يعني حتى لو كان في قيمة عشوائية هون بده يحذفها ويكتب القيمة الجديدة، بده يحذفها ويكتب القيمة الجديدة وهكذا، فبالتالي هون عمل skip لنقطة الانيشاليزيشن. أوكي، هاي الخطوة انتبهوا لها، الأصل إنك بس تعمل creation للأري تعملها initialization بالقيمة اللي بدك إياها، بس هون ليش ما عملنا initialization؟ لأنه الفانكشن اسمه reverse اللي أنا أصلاً عملت create لهاي الأري عشان بده يعمل ريفيرس لقيم الاري اللي اسمها ليست داخل النو ليست، بده يكتب عليها، بده يغير القيم، فبالتالي ما عملنا انيشاليزيشن. هلا لاحظوا شو عملنا في المين، استدعينا الفانكشن اللي اسمه ريفيرس واعطيناه ليست، لاحظوا بدون اقواس، يعني بدون هاي الاقواس المربعه، واعطيناه نو ليست واعطيناه سايز، بعدين حكينا له سي اوت ذا اوريجينال اري، عملنا كول للفانكشن اللي اسمه برنت اري واعطيناه ليست والسايز الها، بعدين طبعنا سطر فاضي، بعدين عملنا ذا ريفيرس اري، بعدين استدعينا الفانكشن اللي اسمه برنت اري واعطيناه النيو ليست اللي هي المفروض انه الفانكشن ريفيرس غير عليها، واعطيناه السايز اللي حتى يطلعها. هلا خلينا نشوف انا وياكم التريس للريفيرس فانكشن وكيف اشتغل الريفيرس فانكشن. بدي اعمل انا وياكم تريس لهذا الفانكشن اللي اسمه ريفيرس. هو دخل مباشره من داخل الفانكشن، يعني عمل سكيب لهذا الكلام، هذا الكلام شرحناه يعني ما في مشاكل. هلا هو بلش ينفذ في هذا السطر، لما انت تعمل invoke راح يروح على الفانكشن ويبلش ينفذ فيه، فدخل عمل الانيشال اكشن، هو فعليا هون انيشال اكشنز لانه في عنا اكثر من، لاحظوا طلع معه خمسه لانه انا حجم الاري اللي انا شرحت لكم عليها كان هاي الاري اللي انا شرحت لكم عليها كان حجمها خمسه، 1 2 3 4 5، بس هو الاري اللي شارع عليها في الاكزامبل، عشان هيك عندي الجي بلشت من 4، بس هو الاي الاري اللي شارع عليها عنده في الاكزامبل حجمها كم؟ 6، يعني اليمنت واحد اكبر من الاري اللي شرحت انا عليها، فبالتالي بتبلش عنده الجي من كم؟ الجي بتبلش عنده من 5، لانه 6 ناقص 1 اللي هي 5. اوكي، بنبلش. شوفوا الليست، عملت انتجر ليست حطيت فيها هاي القيم، بعدين عملت المفروض اني عملت نو ليست هون حاط فيها اصفار، هو فعلا ما عمل لها انيشاليزيشن، بس ممكن انك تعمل لها انيشاليزيشن، مش خطا، مش خطا، ولكن انه مش مانداتور، يعني ما راح يغير على نتيجه البرنامج. اوكي، طيب خلينا نبلش الفانكشن، راح يبلش من الفور لوب، في عندنا تو انيشال اكشنز اللي هم الانيشاليزيشن للاي وللجي، وهدول بنعمله مره واحده فقط اثناء الفور لوب. اوكي، لانهم initialization ما راح ينفع يعيدهم في بدايه كل iteration، بنعمله في اول iteration فقط. طيب النكست ستيب بدي اقارن هل الاي اقل من السايز اللي هو 6، بعدين بدي ادخل على داخل اللوب بادي، اللوب بادي بيحكي لنا انه نيو ليست اوف 5 تساوي الليست اوف اي، هيها نيو ليست اوف 5 هون الجي هون الاي تساوي الليست اوف اي، الاي 0 والجي 5، فنقلت، لاحظوا ما غيرت على ليست، انا بس قرات قيمتها. بعدين next step خلصت عندي الفور لوب، بروح على الاكشنز افتر ايتش iteration، لازم اعمل increment للاي ولازم اعمل decrement للجي، وعرفنا شو السبب. بعدين بدي اقارن الاي 1، هل الواحد اقل من السته؟ ترو، بدخل مره ثانيه، بعدين بدي احكي انه الاليمنت او النو ليست اوف جي اللي هي الان قيمتها كم صارت؟ صارت 4 لاني نقصتها بمقدار 1، تساوي الليست اوف اي اللي هي قيمتها 1 لاني زدت الاي بمقدار 1، فنقل الاثنين على على هذاك المكان، بعمل كوبي للفاليوز. طيب بعدين خلصت الفور، وصلنا نرجع على الاكشنز افتر ايتش iteration، الاي كم صارت قيمتها؟ 3، والجي الاي 2 والجي 3،
فبالتالي داخل الفور لوب شو راح يعمل بعد ما يقارن اكيد ويتاكد انه لازم يدخل على الفور لوب ولا لا؟ راح يحكي انه نو ليست اوف جي اللي هي 3 هون 0 1 2 3 4 في شيء غريب دقيقة. نو ليست اوف جي تساوي الليست اوف اي كم قيمتها؟ سوري انا بعد بالاتجاه الخطأ، سوري انا بعد من الاتجاه الخاطئ عشان هيك طلعت معي مش صحيحة، خليني امسح هذا الحكي خطأ. احنا دائما بنعد من الشمال بالنسبة للاري انديسيز، هون 0 1 2 3 4 هون 0 1 2 3، فعلا الجي قيمتها 3 والاي قيمتها 2، فبعمل كوبي لقي للثلاث بحطها في هذا الموقع، وهكذا بتضلكم ماشيين عليه حتى ينقل كل الاليمنتس من من الاري اللي اسمها ليست ويعكسهم في الاري اللي اسمها نو ليست. خليني انا وياكم نشوف على الكود بلوكس، خليني انا وياكم نشوف هذا الكود على الكود بلوكس نعمل له رن. هلا انا المفروض اني انا فاتحيته هون بالضبط، نعمل له كوبي، نعمل له بيست على الكود بلوكس، كنترول A كنترول V، هيك انا عملته. هذا الكود نفسه اللي موجود، بس انا الهدف من اني اعمل له رن على الكود بلوكس بدي اشوف انه بس ينتهي الكول للفانكشن هون من سطر 26 عمل انفوك للفانكشن اللي اسمه ريفيرس، بس ينتهي الفانكشن اللي اسمه ريفيرس بده يطبع لي الاوريجينال ليست وبده يطبع لي النيو ليست، بدي اشوف انه فعليا ما لازم يكون غير على الليست الاصليه وفعليا القيم موجوده معكوسه في الليست اللي اسمها نو ليست. فبعمل رن، شوفوا الاوريجينال ليست ظلت زي ما هي نفس القيم اللي انا اعطيتها في المين. اذا بروح على المين هون وين ال هي، اذا بروح على المين لاحظوا هي القيم اللي اعطيتها انا للاري اللي اسمها ليست، هيها 1 2 3 4 5 6، كاتب لي ذا اوريجينال اري از زي ما هي، والريفيرسد اري لاحظوا معكوسه، السته الواحد اجت هون بالاخير، 2 اجت هون، 3 هون، 4 5 6 وهكذا. هذا الفانكشن بيشتغل على اري. عرفنا كيف الان ممكن اخلي الفانكشن يرجع اري، وفعليا الريتيرن فاليو راح تكون له void، يعني ما راح احط أمامه إنه بيرجع إشي، ولكن بس أعمل له باس للأري اللي بدي إياه يشتغل عليها، راح أعطيه كمان أري فاضية أو أري يعني يفضل إنك تعملها initialization، يعني هو recommendation مش أكثر، حتى يشتغل أو يعبي القيم اللي بدي إياه فيها. هلأ ممكن انتبهوا علي، ممكن مثلا يجيك سؤال يحكي لك إنه هاي الأري خذ هاي الليست وبدي ترجع لي ليست، مثلا على سبيل المثال الليست الاولى اللي هي فيها علامات الطلاب، يعني بالتالي ما بدي اياك تغيرها، فبالتالي بدي اعرفها كونستنت، وبدي تكتب لي فانكشن يرجع لي اري. شوف كيف حكيت يرجع لي اري فيها علامات الطلاب، مثلا شوف الفرق بين كل بين علامه كل طالب والافرج تبع الشعبه، يعني بده يطلع يكون عنده الافرج، مثلا بده يكون يطلع الافرج ممكن داخل الفانكشن نفسه يعمل فور لوب على الاري الاصليه اللي اسمها ليست ويجمع كل الاليمنتس اللي فيها، وبرا الفور لوب بده يقسم على عدد الاليمنتس، هيك طلع الافرج تبع هاي الاري اللي اسمها ليست اللي فيها علامات الطلاب. بعدين شو بده يعمل؟ بده يعمل فور لوب جديده، بده يمشي فيها على التو ليست، يعني راح يكون عنده تو يعني كاونترز للانديسيز اي وجي لازم يكون عنده، لانه بنفس الفور لوب، لا سوري في هاي الحاله ما في داعي اي وجي، لانه في هاي الحاله شو اللي راح يعمل؟ راح يمشي على علامه، سوري خليني اضبطها في مكان اخر افضل، في هاي الحاله اللي انا طلبتكم اياه راح يمشي على الاري الاولى اللي اسمها ليست اللي فيها علامات الطلاب، في عندنا اري ثانيه طبعا نو هاي بتكون فاضيه، فشو راح يعمل في هذا الفانكشن؟ الفانكشن وظيفته يرجع الاري بتبين لي الفرق بين علامه كل طالب ومعدل العلامات في الشعبه. فبالتالي حكينا انه راح ياخذ تو اريز، هاي راح تكون كونستنت حتى ما يغير عليها، اوكي راح ياخذ تو اريز وراح ياخذ السايز تبعهم، مثلا الشعبه فيها 30 طالب، راح يدخل اول شيء
حتى يشوف الفرق بين علامة كل طالب والأفرج، بده يعرف الأفرج، فشو بده يعمل في الفانكشن هذا؟ رح يكون في أكثر من فور لوب، انتبهوا، رح يعمل فور لوب على الأريه الأولانية يجمع علامات الطلاب، وبس تخلص الفور لوب براها بده يقسم على 30، بده يقسم على 30 اللي هو عددهم، بيطلع عنده الأفرج. أوكي، طيب بعدين بده يعمل فور لوب ثانية، هاي الفور لوب رح يمشي فيها على الليست والنو مع بعض بس بنفس الاندكس، يعني رح يجي على اول طالب عند اللوكيشن زيرو علامته مثلا 20 والافرج كان مثلا خلينا نحكي 15، فرح يحكي انه 20 ناقص 15 5، يجي على الطالب اللي بعده علامته 10، 10 نفس الاي نفس العداد للتو اريز علامته 10، رح يحكي 10 ناقص 5 ناقص 15 ناقص 5، وهكذا لما يعبي هاي الأريه كلها كاملة. أوكي، في أفكار كثيرة، مثلا ممكن أعطيك list of character. أوكي، list of character على سبيل المثال فيها character، مثلا فيها A فيها D فيها B مثلا، أحكي لك بدك تمر على هاي list، بدك تكتب لي function يرجع لي array، هاي الأريه بدها تمر على هاي الأريه الأصلية اللي اسمها list، وإذا كان الكاركتر small تحوله لكابيتال، سوري، نعرف كيف نحول من كابيتال لسمول، وبنعرف كيف نفحص إذا هذا كاركتر، إذا هذا يعني letter، سوري، إذا كان هذا letter والكيس تبعته lower أو upper، بنعرف كيف نعمل comparison للآسكي كود، هذا الحكي كله مر علينا فما في داعي أعيده. بدي إذا كان هذا الكاركتر هو letter في اللور كيس بدي احوله للابر كيس، يعني A سمول بدها تصير A كابيتال، D كابيتال بدها تصير D سمول، ال B بدها تصير كابيتال. فبرضه بدك فور لوب تمر على كل element في هاي الأري وبتعمل comparison حتى تشوف شو وضعه هو، وبناء على وضعه ممكن تعمله شو اسمه، بناء على وضعه راح تكون عندك مثلا if statement، بناء على وضعه راح تغير عليه، راح تزيده يعني عدد معين حتى تحوله لكابيتال. او ممكن اني احكي لك الليست هاي الاولانيه الاصليه الاوريجينال مر اللي عليها وحولها كلها، رجع لي الري بتكون فيها نفس اللترز بس يكونوا كلهم ابر كيس او يكونوا كلهم لور كيس. يعني في افكار كثيره ممكن تيجي على هذا النوع من الاسئله اللي هم موضوع الفانكشنز، انتبهوا بيكون يتعامل مع الري وفي داخله فور لوب، يعني اتوقعوا هاي هذا النوع من الاسئله يعني اتوقعوه بقوه، يعني في كل شيء، فيا ريت تركزوا عليه، تاكد انك عندك انك فاهم الفانكشن صح، كيف بعمل باس لاري لفانكشن، كيف بخلي الفانكشن يرجع اري، كيف داخل الفانكشن بتعامل مع الاري من خلال الفور لوب، كيف ممكن انك مثلا فانكشن بده يقرا من فايل سطر سطر وهذا السطر بده يعمل عليه موديفيكيشن مثلا ويرجع يكتبه في فايل اخر، هاي فكره مثلا ركزوا عليها، هاي فكره حلوه، مثلا بدي اكتب فانكشن اوكي يقرا من فايل في فور لوب، تقرا مثلا عدد معين من الاسطر من فايل معين وبتعمل موديفيكيشنز على هذا اللاين وترجع تكتبه في فايل اخر، نفس المبدا نفس المبدا عندك، يعني كل هالافكار من نفس المكان بتطلع، فياريت انه تركزوا عليها هاي الامور جيدا. طيب خليني انا الان اتوقف عند السي سترينج، ما بدي اتوهكم معي، راح اعطيها هاي ان شاء الله محاضره القادمه راح اشرح فيها السي سترينج كامله، لانها بصراحه السي سترينج جدا مهمه، فحاب اني اشرحها بالتفصيل واعمل كل مثال على الكود بلوكس بطريقه واضحه. فالآن لحد محاضرة اليوم هيك خلصنا الـ 1D arrays، يا ريت انكم تراجعوها جيدا وبالذات مع موضوع الـ functions. يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم.